ولكن لما يكون 800 وبعدين 1400 وبعدين 2000 وبعدين 2300، هنا الحالة مقلقة، لأن الفيروس والعدد الحالات في تضاعف مستمر، وهذا يعني أن الذروة لا يمكن الالتحاق بها حتى يكون عدد يعني من الأشخاص يلتحق به هذا العدد ويبقى في استقرار زمني معين. هنا نقدر نتنبأ بلي رانا في الذروة، وبعدها راح يتأكد بإعادة نزول المنحنى. ولكن مع الصعود اللي نشاهده حاليا، نظن لازال الذروة لما زال ما التحقناش بها، ولكن ليست بعيدة، لأن لما ينتشر الفيروس بسرعة ممكن في الأيام القادمة تنقص من هذه السرعة، لأن يقعد الآن لما الفيروس يسري يبدأ يصيب وناس تعرضوا للفيروس وعندهم مناعة، فبدأ تبدأ السرعة تقل،